في خطوة للتعرف على هوية الشهداء، باشر الفريق الوطني المختص والمدعوم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بحملة جمع معلومات وعينات الدم لذوي ضحايا تل عفر من أجل التهيئ لفتح المقابر الجماعية والكشف عن هوية الضحايا الذين قضوا على يد عصابات داعش الإرهابية إبان احتلال المدينة. للمرة الأولى بعد عمليات التحرير يصل الفريق الوطني المختص بجمع معلومات وعينات الدم من ذوي ضحايا العمليات الإرهابية إلى قضاء تل عفر، وذلك للتهيؤ بفتح المقابر الجماعية ومطابقة الدم. سيتم فتح مقابر اللي خاصة أو قريبة من تل عفر مثل مقبرة بئر علا وعنتر. علما هذه الأعمال هي الحملة بالذات هي بإشراف ومتابعة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMB لغرض أعطاء صبغة دولية لهذه الحملة. الفريق الثاني اللي هو إحنا نقوم جمع عينات الدم ونأخذ معلومات من ذوي الضحايا من أجل جمعها ونقلها إلى بغداد إلى مختبر المقابر الجماعية. ويؤكد أعضاء الفريق أن هذه الحملة جاءت بناء على كثرة الضحايا من أبناء هذه المدينة، بالإضافة إلى إيصال حقوق الشهداء إلى ذويهم وكشف الجرائم الإرهابية بحق المواطنين. تل عفر التي تعتبر أحد المدن المنكوبة التي عانت معاناة وقدمت الكثير من الضحايا، وبالتأكيد عندما يتم تعريف الرفات سوف يسلمون إلى ذويهم بطريقة تليق بتضحياتهم وتليق بدماء الشهداء العراقيين. مواطنو المدينة يرون أن الحملة خطوة مهمة باتجاه إدانة جرائم العصابات الإرهابية، فضلاً عن أنها إثبات لحقوق الشهداء المغدورين. إحنا نبارك لهم هاي الخطوة وش اسمه تحملهم عناء السفر من بغداد لغرض جمع عينات من الدم ومطابقتها مع الضحايا لغرض التعرف على الرفات. بس قالوا برضه بس دام معلومات هاي لا بقى. جئنا اليوم لإكمال إجراءات أخذ عينات الدم من قبل فريق الطب العدلي، وذلك لغرض مطابقتها مع رفات ضحايانا للتعرف عليهم. ونحن بدورنا نبارك هذه الجهود لأنها تمكننا من التعرف على ضحايانا. جمع عينات الدم من ذوي ضحايا تل عفر خطوة أولى ستساهم في إيصال حقوق المغدورين لذويهم، وشهادة أخرى لإدانة جرائم العصابات الإرهابية بحق أبناء المدينة. من قضاء تل عفر بمحافظة نينوى، نور فاضل، العراقية الإخبارية.